هنا سوس دابا راه ما فيهش دجاج، هذا اللي كنشوف راه كيجي من مراكش، راه مراكش ماش كيجيبوه، أن مراكش ما فيهش ديك الحرارة اللي كانت هنا في سوس، ودايرين الكورة ديال التراب، ودايرين الإمكانيات ديال الحرارة معولين على الحرارة، هنا سوس لا داير الكورة ديال البلاستيك، وما دايرينش تقنيات اللي كيبردوا ديال التبريد مثلا، تبريد ودايرين غير الشاشات واش سميتو، اللي جات الحرارة جمعت كل شيء. هادشي اللي وقع الدجاج تغلى. ودابا المربيين راه هما كيخطاو، راه كاين اللي مشى ليه الكوري، هذا اللي مشى ليه الكوري كاملو مثلا داير 10000 مشات كلها، شباش طاح عليها الدجاج؟ الا شطط لي واحد 10% و20% واخا يبيع 100 درهم للكيلو راه ما غاديش يخرج. ان علاش راه مشى ليه الدجاج؟ مشى ليه الكوري كاملو، اش غادي يدير؟ ما عنده ما يدير. هادشي هو علاش غلى الدجاج هاد الايام، وهادشي هو علاش ارتفع، ان الدجاج ضاع، بقى شي حاجه قليله. دابا راه انت كتشوف المحل راه ما فيه والو، راه ما فيه حتى حاجه، هو خاوي. ان علاش؟ داكشي اللي خوينا مع الصباح قليل، وفيه الاستهلاك، الناس واخا هكاك راه كيستهلكوا الدجاج، ان ما عندهم عليه فين، اللحم غالي، الحوت غالي، كيدور الانسان تاعي وكيجي كيدي واحد الرابعه ولا نص كيلو ولا اسميتو كيعشي بها الدراري. ولكني خص المسؤولين، الجهات المسؤوله الا بغاو هذا القطاع ينعاش ويزدهر، خصهم يعطوا واحد 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 القيمه، سميتو يعطوا واحد الدعم، لهذا القطاع باش يطيح، باش يوصل للمستهلك رخيص. راه المستهلك دابا كياكل العصا، والمربي كياكل العصا، راه ماشي غير المربي، راه المربي كياكل العصا، كيشري الدرهم دابا، كيشري دابا الدجاج هو اليوم في الضيعه داير 17 درهم 16 ونص 17، وفي المحلات هو داير 18 ونص 19 18 ونص 19. وشكون اللي كياكل العصا؟ كياكلها المستهلك، وكياكلها حتى المربي، المربي كيمشي ليه ديالو، داكشي اللي شاط ليه من السخونيه هو اللي كيبيع، والمستهلك راه كياكل العصا، داكشي اللي شايط كياكلو بالثمن. ولكن هادشي الا بقى هكا ووقف لينا هاد المربي الصغر المتوسط، راه غيرجع ثاني هاد القطاع المولين الشكارة، وغيديروا في المستهلك اللي بغاو. حنا بغينا الجهات المسؤوله تعطي واحد الالتفاته لهذا القطاع، دعموا، دير واحد اللجنه وتشوف شحال باش كيجي العلف من برا، شحال باش كتجي الذره من برا، وشحال باش كيجي الدجاج من برا، وشحال باش كيتقام على اللوزين، وشحال باش كيبيعوا للمربي، والمربي شحال باش كيبيعوا باش كيخرجوا. هذا هو القانون، هذا هو سميتو السهر ديال الدوله، هذا هو السهر ديال الحكومه، خص دير واحد اللجنه وتوقف على هذا القطاع. يعني شحال باش كيجي العلف من برا، وشحال باش كيطيح على مول اللوزين، وشحال باش كيوصل المربي، وشحال باش كيوصل الدجاج للمستهلك. هذا هو القانون، ماشي انت غادي تجي الدوله وتلقى اللعب اللوزينات كيبيعوا باش بغاو، ويبيعوا العلف باش بغاو، نهار يوقف المربي كيربوه هما ويديروا ثاني في المستهلك اللي بغاو. هادشي راه بزاف. واش الا بقى هكا راه المربي غيوقف، وغيبقى غترجع اللعب لصحاب الشكور يديروا ثاني في سميتو اللي بغاو. حال راه عليك.